بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا اليوم في المحاضرة 23 في الهيموغلوبين فارينس. الهيموغلوبين فارينس حنتكلم على بريفلي على الهيموغلوبين سي، على الهيموغلوبين أو عرب، على الهيموغلوبين دي بنجاب ويسموه ساعات الهيموغلوبين لوس أنجلوس، وحنتكلم على الهيموغلوبين إيه. النقطة اللي تجمعهم كلهم دول في ديفكت وفي ميوتيشن في البيتا تشين، كلهم الأربعة دول، وحنقول ليش حندرسهم مع أنهم ما هماش كومن. طيب تعالوا نبدأ بأول واحد اللي هو الهيموغلوبين سي. الهيموغلوبين سي نعرفه على إيش؟ نعرفه هو عبارة عن أبنورمال هيموغلوبين في ديفكت في البيتا تشين. هذا الديفكت في البيتا تشين حيؤدي إن الار بي سيز تكون كاركترايزد بالكريستاليزيشن وبالديهايدريشن في الار بي سيز، لكن بشرط إنه يكون الهيموزايجس. ما معناها إن الجين اللي عند المريض حصل فيه ميوتيشن فبالتالي هيموغلوبين سي، والجين الاخر كمان هيموغلوبين سي، فذا نقول عليها هيموزايجس. حيكون الار بي سيز كاركترايزد بقضيه بالكريستاليزيشن وبالديهايدريشن. النقطه الثانيه دول المنتشرين في وست افريقيا زي ما قلنا في مالي وفي النيجر وفي نيجيريا وفي كوديفوار وفي لايبيريا، كل دول اللي وست افريقيا. الباثو فيسيولوجي للهيموغلوبين سي انه بيحصل الجلوتاميك اسيد اللي في السكس بوزيشن حيتحول الى لايسين. هذا نفسه حنتكلم عليه في السيكل سيل. تخيلوا في السيكل سيل حيتحول الجلوتاميك اسيد في السكس بوزيشن الى فالين، حيكون ديزيز عنيف جدا، لكن هنا ديزيز بسيط جدا لانه حصل ميوتيشن وتحول الجلوتاميك اسيد في السكس بوزيشن الى لايسين، حيكون ديزيز سهل زي ما حتشوفوا. الهيموغلوبين سي في وجود الاكسجين حيتحول الى عمليه كريستال، ولو ما يروح للتيشو وفي دي اوكسجينيشن حيحصل ديزولف لقضيه للكريستال، فبالتالي شيء حلو، مش حيحصل عمليه الاوكلوجن في البلاد فيزلز. طيب النقطه الثانيه مهمه جدا انه في الهيموزايجس لو ما يكون في سيفير ديزيز حيحصل زي ما قلنا كريستالايزيشن وحيحصل دي هايدريشن، ونتيجه للكريستالايزيشن والدي هايدريشن حيحصل ديكريز في الدي فورمابيليتي، فبالتالي حيحصل ديستراكشن بالسبلين. النقطة التي بعدها انه قضية الهيتروزايجس اللي قلنا هيتروزايجس واحد جين سليم والجين الثاني حصل فيه ميوتيشن واصبح هيموغلوبين سي، ما في اي مشكلة، المريض ذا مش حيحصل اي سيمباتوماتيك، ما في اي مشكلة. طيب في الهيموزايجس ممكن يتحول من مايلد الى مودريت كرونيك انيميا. طيب اللاب دياجنوسيس كيف نعمل للهيموغلوبين سي لاب دياجنوسيس؟ طبعا نبدا بالهيتروزايجس. الهيتروزايجس تقريبا الهيموغلوبين سي يمثل تقريبا 40%، فبالتالي حيطلع 40% في البيتا اللي هو الهيموغلوبين سي، وقضيه الهيموغلوبين اي حيكون اكثر من 50%. هنا نقطه مهمه في الهيتروزايجس انه غالبا حيكون ممكن في مايلد مايكروسيتيك هايبوكروميك، لكن الكاركترستيك انه حيكون الام سي اتش سي انكريز. ليش انكريز الام سي اتش سي؟ لانه قضيه حصل ديكريز في الكونسنتريشن اوف ووتر، مش قلنا بيحصل دي هايدريشن، فبالتالي حيحصل عمليه ديكريز كونسنتريشن انسايد الار بي، ديكريز الووتر الكونسنتريشن اوف ووتر داخل او الار بي سيز، فبالتالي هذا حيخلي يبان انه كميه الهيموجلوبين في الار بي سيز كثيره، فحيطلع الام سي اتش سي مرتفع. في قضية الهيتروزايجس غالبا السمير حيكون نورمال، ممكن نشوف فيه تارجت سيل، الريتكس حتكون نورمال، حيكون فيه انيسوسايتوزيس. قضية الهيتروزايجس لو ما نعمل لها دياجنوسيس بالالكتروفوريسيس زي ما انتم شايفين الباند هذه اللي عليها المستطيل، طبعا هو حيمشي في الباند اللي هي او حينزل في الباند A2، فA2 احتمال يكون A2 والC والE والO. طبعا احنا حنستبعد بالتاكيد الايت وحنستبعدها تماما. ليش حنستبعدها؟ لانه ما يمكنش تطلع من فوق 10%، وهذه الباند كبيره، واضح انها كبيره الباند 40%. كمان حنستبعد الاي لانه بيحصل ريدكشن في البرودكشن للاي زي ما حنقولها بعد شويه، فحيكون معنا السي او الاو. لكن احنا نروح نشوف قضيه بالكابلري الكتروفوريسيس. زي ما انتم شايفين الهيموغلوبين اي بيمثل تقريبا 61%، الهيموغلوبين سي هنا 35%، احنا قلنا اراوند ال 40%. زي ما قلنا في الكابري الكتروفوريسيس الشيء الحلو انها بتنزل في زون لوحده اللي هو السي، فبالتالي دي بنشخصها بسهوله، ولذلك دائما اوصي انه لابد الناس يفكروا انهم يشتغلوا على قضيه الكابري الكتروفوريسيس. طيب لما يكون هيموزايجس،
هيموزايجس بالتاكيد الديفكتيف في تو في التو جين حصل فيهم ميوتيشن. فلما يكون في ديفكتيف في التو جين نقول هيموزايجس. في الهيموزايجس هنا حيكون ماركد مايكروسايتوزس اند هايبوكريميك انيميا، بالتاكيد حيزداد الام سي اتش سي زي ما قلنا، لانه حيحصل ديكريز في قضيه في الكونسنتريشن اوف ووتر داخل الار بي سيز، فبالتالي حيزيد الام سي اتش سي وكمان حتزيد الريتكس. طبعا حنشوف قضيه تارجت سيل، لكن الكاركترستيك في البلد فيلم حنشوف الهيموجلوبين سي كريستالز اللي يقولوا عليها هيكسوجونال، زي ما انتم شايفين الدوائر دي هي عباره عن الكريستالز للهيموجلوبين سي. ممكن نشاهد اللي هي نيوكليتد ار بي سيز. لو ما نعمل عمليه الكتروفوريسيس حنشوف عمليه شايفين الباند الكبير. اول نقطه طبعا ما فيش باند قدام الاي، وهذا منطق لانه ده هوموزايجس، فحيكون عملية الـ A2 شايفين باند كبيرة، واضح أن هذه فوق 90%. لكن النقطة اللي قلناها ونقولها دائما أن الجيل الإلكتروفوريسيس حتعطينا احتمالات كثيرة، هل هي هذه C C و C هيموزايجس، O O هيموزايجس، الـ E والـ E هيموزايجس، الـ C والـ O، يعني في معنا عدة احتمالات. لذلك النقطة المهمة جدا أن احنا نعمل زي ما قلنا اللي هو الكابلري إلكتروفوريسيس. شايفين كيف الكابلري الإلكتروفوريسيس على طول طلعت لك الهيموجلوبين C في زول لوحده 96.8%، فذي هيموزايجس. طبعا واضح اكيد الهيموجلوبين A2 اكيد انه ابسنت لانه هيموزايجس. ممكن طبعا يحصل عمليه سلايتلي اليفيتد للهيموجلوبين F، والهيموجلوبين A2 حيكون عمليه نورمال. طيب تعالوا نشوف الجينيتك كونسلنج. لو 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 المراه كانت حامله مثلا اي سي والكارير يعني والزوج كان كمان اي سي، 25% حيكونوا هيلثي، 50% تريت، لكن 25% من اي ولاده حيكونوا عمليه هيموجلوبين سي الهيموزايجس. طبعا زي ما قلنا احنا قضيه الدبل هيتروزايجس، الدبل هيتروزايجس هنا حيكون في مودريت سيكلينج لما يكون عمليه فيه هيموجلوبين اس على جين والاذر جين في عليه ديفرنت جين نسميه هيموجلوبين سي، فنجي نقول هنا حيحصل عمليه المودريت سيكلينج. طيب الان تعالوا ببساطه نشوف الهيموجلوبين او، يسموه هيموجلوبين او عرب، ونشوف الديفينيشنز حقه. ما هو الديفينيشنز حقه؟ نفس الوضع، هو ابنورمال هيموجلوبين والديفكت بيكون في البيتا تشين، ولكنه مع عمليه الميوتيشن اللي حصل لكن فانكشنالي نورمال. وحنعرف ما دام فانكشنال الفانكشن حقه نورمال حنعرف ليش درسناه. طيب طبعا منتشر في طبعا في العرب، وان كان اسمه هيموجلوبين او عرب لكن ما هوش كومن بشكل كبير في العرب، بشكل كومن بشكل في افريقيا في يوروب منتشر بشكل كبير. طيب الباثوفيسيولوجي انه حيحصل ميوتيشن في الجلوتاميك اسيد، بس هنا في البوزيشن 121 حيتحول الجلوتاميك اسيد الى لايسين، وبالتالي التحول هذا حيعطينا هيموجلوبين او. طيب اللاب دياجنوسيس الهيتروزايجت زي ما قلنا ده كل شيء اسيمباتوماتكس، اس سي بي سي، الريتكس، الار دي دبليو كلها طبيعيه، لان الغلبه هنا الهيموجلوبين او هيموجلوبين ضعيف، فالغلبه حتكون للهيموجلوبين اي. طبعا ده بالجل الكتروفوريسيس زي ما انتم شايفين في المستطيل انه في واضح ان في نسبه كبيره من الاي 2، وانا دائما انصح بان احنا نستخدم الكابلري الكتروفوريسيس، وان كان الكابلري الكتروفوريسيس زي ما حنشوف الان ان الاي 2 والاو بيطلعوا في نفس الزون، لكن الفرق بينهم سهل لانه الاي 2 ما يتجاوزش 10%، لكن لو طلع عمليه مثلا هنا حيطلع الاو عرب 39%، فبالتاكيد ذا ليس هيموجلوبين اي 2، هذا هيموجلوبين او. النقطه الثانيه انه قضيه الهيموجلوبين اي بيكون اكثر من 50%، الهيموجلوبين او بيكون اراوند ال 40%، ذا بالنسبه للهيتروزايجس. الهوموزايجس بالتاكيد تخيلوا مع انه هيموزايجس لكن حيحصل ممكن يحصل مايلد مايكروسايتوزس وهايبوكروميك، والانيميا قد تكون موجوده او مش موجوده مع انه هوموزايجس. طيب النقطه المهمه الثانيه انه بالتاكيد زي ما انتم شايفين هنا بالكابلري الكتروفوريسيس اكيد الهيموجلوبين اي غائب لانه ده هوموزايجس، الهيموجلوبين او حيكون اكثر من 95%. النقطة المهمة ليش ندرسه؟ ليش ما دام هو زي ما قلنا فانكشنالي نورمال ليش ندرسه؟ لأنه هذا لو جاء الجين هذا كدبل هيتروزايجس مع قضية الـ O
يعني جاء مع قضية اللي هو الهيموغلوبين اس، وكمان جاء الجين الآخر هيموغلوبين او، حيعمل سيفير سيكلينج، وذلك ندرسه لهذا السبب، عشان لما يجي تشخيص نشخص انه الهيموغلوبين او لو جاء مع السيكل سيل مع الهيموغلوبين اس حيعطي على عملية سيفير سيكلينج. طيب اللي قبل الأخير هيموغلوبين دي بنجاب يسموه، أو قلنا يسموه لوس أنجلس هيموغلوبين، نفس الوضع، هو ديفكتيف في البيتا تشين، أبنورمال في البيتا تشين، وكمان فانكشنالي نورمال. كيف الباثوفيسيولوجي حقه؟ الباثوفيسيولوجي حقه أنه نفس الوضع الجلوتاميك أسيد، والملاحظين كل الميوتيشن بتحدث في الجلوتاميك أسيد، بس هنا في بوزيشن 121 ويتحول إلى الجلوتامين. اللاب دايجنوسيس هنا حقه انه في قضيه في الهيتروزايجس والهيموزايجس دول اسيمباتوماتيك في الاثنين، لكن احنا لما نعمل عمليه هيموغلوبين سيبريشن ممكن نجي نشوف الهيموغلوبين دي ده في طبعا في الجيل الكتروفريسيس حيروح يمشي في نفس قضيه الباند اللي هي حق الدي، فبالتالي احنا مش عارفين هذه الباند هل هي دي ولا اس، فبالتالي لكم ان تتصوروا مش كده وبس، احنا قدامنا اس، لكن قد تكون عمليه الاس، وقد تكون الجي، وقد تكون الدي، وقد تكون الليبور، ولذلك لابد نعمل عمليه الكابلاري الكتروفوريسيس. هنا نقطه مهمه جدا انه طبعا عشان اتاكد اعمل سيكلينج تيست، فلو طلع نيجاتيف خلاص اذا ما هوش هيموغلوبين اس. طبعا الهيموغلوبين الليبور ما يعديش 15%، فبذلك احنا نستثنيه، لانه الهيموغلوبين هنا دي حيكون اراوند ال 40%. النقطة الثانية هذه الكابلاري الكتروفوريسيس زي ما انتم شايفين، بس يعني اذا كان جاز التعبير فيها عيب هنا حتطلع الدي والجي في نفس الزون. القضية في الهيتروزايجس الهيموغلوبين اي حيكون اكثر من 50%، زي ما قلنا الهيموغلوبين دي حيكون اراوند 40%. في نقطة ننتبه لها في كل الفارينس دي، انه اذا صادف انه البيشنتس معاه عملية مثلا هيموغلوبين او أو دبل هيتروزايجس، وكمان صادف معه ألفا ثلاسيميا وأيرن ديفيشنسي أنيميا، حتقل عملية الهيموغلوبين دي، لأنه الهيموغلوبين ضعيف ما هوش قوي، حيقل إلى عملية 20% أراوند 20%، بس دي تكون في بالنا. طبعا الهيموزايجس زي ما أنتم شايفين الهيموغلوبين A غايب تماما، الغلبة هنا الهيموغلوبين دي و 95% حيكون، وكمان النورمال هيموغلوبين A2 ونورمال هيموغلوبين F. طبعا ليش ندرسه؟ لانه الهيموغلوبين دي حيعمل مودريت، ساعات يقولوا مودريت الى سيفير سيكلينج، حيعمل لو ما يجي مع الهيموغلوبين اس، يعني شخص عنده جين هيموغلوبين اس والجين الاخر حصل فيه ميوتيشن واصبح هيموغلوبين دي، حيحصل سيكلينج، حيكون مودريت الى سيفير. طيب اخر واحد اللي هو الهيموغلوبين اي، تعالوا نشوف تعريف هيموغلوبين اي. هو كواليتاتيف اند كوانتيتاتيف ديفكت، يعني الاثنين فيهم يحصل فيه ميوتيشن ويحصل فيه ديكريز في البيتا تشين، وبالتالي يحصل ابنورمال في البيتا تشين. والنقطة المهمة انه نورمالي فانكشن، لكن عيبه انه يحصل عملية البرودكشن حقه يحصل له ريدكشن، او يحصل ريديوز ريت في البرودكشن. اذا هو هيموغلوبين طبيعي مع انه حصل فيه كواليتاتيف وكوانتيتاتيف، لكن حيحصل ديكريز في البرودكشن للهيموغلوبين A. طبعا منتشر بشكل كبير في ساوث ايست اسيا الهيموغلوبين A. الباثوفيسيولوجي حقه بيحصل ميوتيشن في الجلوتاميك اسيد في هنا في البوزيشن 26 يتحول الى لايسين. هنا نقطه مهمه جدا انه قلنا انه نورمال فانكشن في البيتا تشين، لكن يحصل ريدكشن او ريديوز للريت. ليش حيحصل ريديوز للريت؟ لان الهيموغلوبين اي ماسنجر ار ان اي حيحصل له ريديوز في البرودكشن، وبالتالي ينتج تقريبا 60%. كيف حيحصل له ريدكشن او ريديوز في الريت؟ لانه لو ما يحصل ميوتيشن في البيتا اي حيحصل فيها ميوتيشن، يحصل التريشن في قضيه في السبلايسنج سايت في الماسنجر ار ان اي، فيصبح عمليه لو ما لانه حصل عمليه ميوتيشن فحيتغير قضيه السبلايسنج في الماسنجر ار ان اي. انتم زي ما انتم عارفين الاكزون مع الانترون تجي مع بعض، وبعدين الاكزون لوحدها، بعدين يجي الماسنجر ار ان اي. هنا قضيه السبلايسنج حيحصل فيها ميوتيشن، لما يحصل ميوتيشن في قضيه السبلايسنج حق الماسنجر ار ان اي، هنا حيحصل ديفيشنت في الماسنجر ار ان اي، ولانه حصل ديفيشنت في الماسنجر ار ان اي لما يترجم حيحصل ريدكشن في الهيموغلوبين اي. طبعا اللاب دايجنوسيس بالتاكيد هو اسيمباتوماتيك زي ما قلنا، لانه بيشتغل نورمال سواء في الهيتروزايجس او في الهيموزايجس.
النقطة الثانية إنه لو ما نعمل عملية الجل إلكتروفوريسيس هيحصل عملية إن إحنا الهيموجلوبين A هيحصل له ميجريشن في قضية في الـ A2 هذا في الجل إلكتروفوريسيس، وبالتالي الـ A2 وقضية الـ C وقضية الـ A وقضية الـ O هيمشوا في نفس قضية الباند. الهيتروزايجس ده لو ما نشوفه بالكابلري إلكتروفوريسيس شايفين الهيموجلوبين A بيحصل له عملية في زول لوحده، فده بيسهل لنا قضية تشخيصه بشكل كبير. زي ما انتم شايفين ده هيتروزايجس، هيكون عملية الهيموجلوبين A أكثر من 50%، هيحصل سلايتلي انكريز في الهيموجلوبين A2. الهيموجلوبين A هنا هيكون أقل في حدود 30%، بينما الأذر هيموجلوبين كانت أراوند 40%. النقطة الأخرى إنه الهيتروزايجس زي ما قلنا دائما يكون في بالنا، لو جاء مع الدبل هيتروزايجس ونقص، شفنا هنا حيوصل تخيل الهيموجلوبين A إلى 20% أو حتى إلى 15% إذا صادف معاه ألفا تلاسيميا أو أيرون ديفيشنسي أنيميا. بالنسبة للهيموزايجس، الهيموزايجس ده زي ما قلنا البلاد سمير غالبا يكون نورمال، لكن يكون في معنا ماركد مايكروسايتوزس وهايبوكروميك. الأنيميا ممكن تكون موجودة أو مش موجودة، إذا وجدت حتكون بشكل مايلد. حيكون في تارجت سيل بالتأكيد. طبعا لما نعمل عملية الـ هنا طبعا بالكابلري إلكتروفوريسيس حيكون الهيموجلوبين A غائب تماما، هيموجلوبين A حيكون أكثر من 95%، إلى في سلايتلي إنكريز في الهيموجلوبين A2 وفي كمان إنكريز في الهيموجلوبين F. طبعا النقطة المهمة جدا في الدبل هيتروزايجس، لو ما يحصل عملية هيموجلوبين S مع هيموجلوبين A حيؤدي إلى مايلد سيكلينج. كمان لو ما يحصل عملية بيتا ثلاسيميا مع هيموجلوبين A كمان حيحصل مودريت تو سيفير ديزيز. كنت معكم فيما مضى حول عملية الهيموجلوبين فاريانتس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.